السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة معلومة مفيدة. الفيديو ده أنا عامله لأهل الجزائر، طبعا نتكلم فيه عن الدوري الجزائري، بس أنا آسف إن ده أول فيديو أعمله بصراحة، بس نستمر إن شاء الله. يعني الفيديو هيكون عن نتائج مباريات الجولة 18 الجولة 18 من الدوري الجزائري وترتيب الدوري الجزائري وكذلك ترتيب الهدافين. قبل ما أبدأ الفيديو أتمنى من المتابعين الكرام الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب، يعني تشترك في القناة، ولايك متين علشان الفيديو ينتشر ويصل لأكثر من شخص. نتائج مباريات الجولة 18 في الدوري الجزائري: مولودية الجزائر فازت على شبيبة الثورة 1-0، جمعية عين مليلة تعادلت مع اتحاد الجزائر 1-1، وفاق رياضي سطيف فاز على أهلي برج بوعريريج 3-0، الرياض القسنطيني تعادل مع مولودية وهران 1-1، اتحاد بلعباس فاز على نجم مقرة 3-1، اولمبي الشلف فاز على اتحاد بسكرة 2-1، شبيبة القبائل تعادل مع برادو 0-0، شباب بلوزداد فاز على نصر حسين داي 1-0. خلينا نتعرف الآن على ترتيب جدول الدوري الجزائري. بالنسبة لترتيب جدول الدوري الجزائري، عندنا في المركز الأول شباب بلوزداد ب 36 نقطة، في المركز الثاني مولودية الجزائر ب 30 نقطة، في المركز الثالث شبيبة القبائل ب 29 نقطة، في المركز الرابع وفاق رياض سطيف ب 27 نقطة، الرياض القسنطيني في المركز الخامس ب 27 نقطة، مولودية وهران في المركز السادس ب 25 نقطة، اتحاد الجزائر في المركز السابع ب 25 نقطة، اتحاد بلعباس في المركز الثامن ب 25 نقطة، اولمبي الشلف في المركز او الشلف في المركز التاسع ب 24 نقطة، جمعية عين مليلة في المركز العاشر ب 23 نقطة، شبيبة الثورة في المركز الحادي عشر ب 23 نقطة، نادي برادو في المركز الثاني عشر ب 22 نقطة، نادي أهلي برج بوعريريج ب 22 نقطة أيضا في المركز الثالث عشر، في المركز الرابع عشر نجم مقرة ب 18 نقطة، في المركز الخامس عشر نصر حسين داي ب 15 نقطة، في المركز السادس عشر والأخير اتحاد بسكرة ب 15 نقطة. بالنسبة لترتيب هدافي الدوري الجزائري، عندنا في المركز الأول اللاعب عبد النور بالحسين لاعب اتحاد بلعباس ب10 أهداف، في المركز الثاني أمين عبيد لاعب الرياض القسنطيني ب8 أهداف، في المركز الثالث محمد طيايبة لاعب جمعية عين مليلة ب7 أهداف، المركز الرابع حسام الدين غشة لاعب وفاق رياض سطيف ب6 أهداف، ومعه يسري بوزوق لاعب برادو ب6 أهداف أيضا، في المركز الخامس محمد ربيع مفتاح لاعب اتحاد الجزائر ب5 أهداف، ومعه حمزة بلحول تقريبا لاعب شباب بلوزداد ب5 أهداف أيضا، ومعهم رضوان زردوم لاعب نصر حسين داي وسامي فريوي لاعب مولودية الجزائر، في المركز السادس عبد الحكيم أمقران لاعب الرياض القسنطيني ب4 أهداف، وأيضا عبد الفتاح بالقاسمي لاعب الرياض القسنطيني، وأيمن محيوس لاعب اتحاد الجزائر، وأمير صعيود لاعب شباب بلوزداد، وعبد الكريم زواري لاعب اتحاد الجزائر، وحمزة بنوح لاعب شبيبة القبائل، ورضا بن صياح لاعب شبيبة القبائل أيضا، وزكريا منصوري لاعب مولودية وهران، في المركز السابع محمد صويبة لاعب وفاق رياض سطيف ب3 أهداف، ورزقي حمرون لاعب شبيبة القبائل ب3 أهداف أيضا، ووليد درارجا لاعب مولودية الجزائر أيضا في المركز السابع ب3 أهداف. متابعينا الكرام، شكرا لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناة. قدمنا لكم جدول ترتيب الدوري الجزائري وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجولة 18. نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.